جهاز 5G وسعره مناسب جدا، أطلق بنوفمبر بالأسواق العالمية بال2020 وطلبته وهلأ وصل. 5G أقل من 1000 درهم؟ خلينا نشوف بعد شوي. مرحبا وحلقة جديدة من مستر تيك، ومعكم إيهاب سالم، ومثل ما معودين قصص جديدة بتاريخ 17 يناير. هلأ يعني أطلق هذا الجهاز ك 5G وبسعر منافس، حنعرفه آخر الحلقة، من موتورولا. موتورولا 5G، موتو جي 5G. خلينا نشوف شو في بالعلبة. لوهلة بس، مرحبا، لوهلة حسيت انه حاطين العلبة بلا شاحن، لانه قد ما هي خفيفة بس لا، موتو حاطين فيها الشاحن والهيدسيت، وحاطين الحلو كمان، حاطين الجهاز معه الكفر دغري. يعني خلينا نشيل الكفر نشوف الجهاز مثل ما هو، بس حاطينه يعني تيوفروا، يمكن مشان هيك اصغر حاطينه مع الكفر تبعه. 20 واط سماعات، و 20 واط تيربو باور، وسلك يو اس بي تايب سي، والجراب والدبوز، وخلينا نشوف الجهاز. اول شيء بدنا نحكي عنه بالموتو جي 5G، التصميم. الجهاز بيجي بابعاد 166.1 و76.1، والسماكة 9.9 ملم. وزن 212 جرام. خليني اقول شغله، يعني موتو بيقولوا انه 212، صدقوني انا مش حاسس بهذا الوزن، يعني كنت بدي احطه بالاخير على القصص اللي ما عجبتني، بس بتحسوا انه موزعين الوزن تبعه بطريقه انه ما تحس حالك حامل تقريبا وقيه. يعني 212 هو حجم بس ما بتحس فيه. بيدعم الجهاز شريحتين من نوع النانو، بيدعم مستشعر البصمة اللي بتيجي ورا، ودايما بقول هذا الشيء منيح لألي أو لكتير ناس إنه يكون البصمة مش موجودة على السكرين. بيدعم الفيس أنلوك مع عوينات كمان، مع نظارة إذا بدكم، وفي منفذ الـ 3.5 هون للسماعات اللي موجودة، وتايب سي للشحن، وهون عم نشوف سبيكر موجودين، زائد الفوليوم أب وداون والباور. وبيجي بلونين، الرمادي اللي موجود بالسوق والفضي اللي موجود بأسواق تانية. خلينا نشوف الشاشة. الشاشة بتيجي من نوع الـ LCD IPS، أخذ 85.7 من الجهاز، من جسم الجهاز كله، بمعدل 393 بيكسل بالنقطة. Full HD Plus عم نحكي هون كديسبلاي، و HDR10 بيدعم اللمس المتعدد، وبيدعم تحديث الجهاز 90 هرتز، واللي يعتبر جيد جدا. دقة الشاشة بتيجي ب 1080x2400 بيكسل، مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9، تعرض أكبر محتوى ل إذا بدكم ألعاب ومشاهدة الفيديوهات اللي هيك ترتاحوا فيها. أنا دايما بقول هذا الحديث على فكرة، دايما بقول أبعاد كذا كذا مشان خلص. وبوصل للأداء. الجهاز بيجي ببروسيسر جديد بالمنطقة، يعني بالمنطقة هنا عم نحكي عن كوالكوم جديد، مش جديد، جديد لإلنا، بيعطي أداء كتير جيد للألعاب الجيمرز وهو وغير، يعني هو السناب دراجون 750G مع معالج رسومي
619 8 نواة أدريانو نسيت أولى بس إنه أوكي في ذاكرة عشوائية 4 و 6 واللي معنا إياها 6 رامات والداخلية 64 و 128 واللي معنا إياها هون 128 بتيجي قابلة للتوسيع حتى ال 1 تيرا أكيد هيدا باستخدام بطاقة الذاكرة المايكرو إس دي. هذا شيء كتير منيح للناس اللي بتحب الألعاب بتحب الجيمز وبتكون عندها ذاكرة كتير كبيرة، فإحنا عم نحكي عن 1 تيرا رقم رائع فظيع. ما بدي انسى كمان اقول انه بيجي بنظام تشغيلي هو الاندرويد 10. وبنوصل للكاميرات، وكاميرا هون السيلفي عم نحكي هون ب 16 ميجا بكسل، تعتبر اكثر من جيده، كثير منيحه للسعر اللي حنقوله بالاخير منيحة. أما الكاميرات الأساسية فهنا عم نحكي عن كاميرا أساسية هون 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7، جربتها شخصيا وعطتني أداء جميل جدا، كان العكس كتير منيح كموتو كسعر وكأداء كانت رائعة. أما الكاميرا الواسعة هون عم نحكي 8 ميجا بيكسل، و الكاميرا الثالثة هن ثلاث كاميرات وفلاش. الكاميرا الثالثة بفتحة المايكرو اللي بتيجي 2.4 وبتعطي زوم 5 مرات من دون ما نحس انه في شيء اتغير. زائد هون في عن فلاش اللي هو ملوش اي لزمة اللي انا ما بحبه، او ممكن في ناس يعني بتحبه بس انا بلاقيه ما حكتير يفيد هيدي الكاميرا، لانه الكاميرا بالاضاءة العالية منيحة وبالاضاءة المتوسطة كتير منيحة لأنك تستعمل فلاش لإلها. واحد من أفضل أو من أحسن المميزات اللي كانت بالموتو جي 5G البطارية. ليش؟ لأنه بتيجي بسعة 5000 ملي أمبير، ومع الشاحن السريع اللي شفناه بالعلبة هيدا ب 20 واط، بتقول موتورولا أنه شحنة واحدة بتكمل معنا يومين من الاستعمال، يومين انسى شاحن. وشخصيا انا جربتها 15 دقيقة بس عطيتني 10 ساعات شغل، ربع ساعة 10 ساعات. موتو جي 5G شو النقط اللي عندي تحفظ عليها؟ أول شيء التبصيم، هذا الشيء دائما بيكون عنا إياه مشاكل ببعض الأجهزة، عملت سكرين شوت وأنا مش منتبه. موضوع التبصيم هيدا يعني لازم نلاقي له حل، زائد إنه البروز تبعون الكاميرا هون كمان شوي زيادة البروز تبعها، الحل تبعون دائما بنقوله نحن يعني هن الموتورولا اصلا لقوا الحل تبعهم، مجرد انه حاطين الجهاز دغري مع الكفر تبعه تفتح هيك دغري حاطين مع الكفر، يعني هن عارفين انه في تبصيم. بس هولي كان النقط اللي انا عندي اياهم كنقط جيده. مثل ما سمعنا بالحلقه ومثل ما شفنا ال 5000 ملي امبير بطاريه، الكاميرا تعتبر جيده 48 ميجا بكسل، و موتورولا انه بالسوق هذا محد بحد نفسه هذا شيء منيح، يعني هذا الشيء يعني موتو واحده من الاجهزه اللي بلشنا فيها، هي من اول ما كان في شيء اسمه هاتف محمول كانت الموتورولا، هذا الشيء كتير منيح انه بعدها موجوده بالسوق مع ال 5G، وهذا الجهاز بالسعر اللي هو 999 درهم بالسوق الاماراتي يعتبر سعر منافس ك 5G. 5G الناس كلها عم تقول 5G، المفروض بآخر السنة 2021 حيكون ال 5G موجود بكثرة، وبكون عندك استثمار كهاتف بسعر 999 درهم هذا يعتبر سعر منافس يا موتورولا. هذا كان كل شيء لليوم، حلقة جديدة من مستر تيك بنشوفها الجمعة الجاية، وسلام.